ساعتها بقى قعدت تقولي لا يا شيرين يا حبيبه قلبي، ولا يهمك عرسان ايه وزفت ايه، بلا جواز بلا نيله، هما اتجوزوا دول خدوا ايه، خليكي كده انت ملكه نفسك. اول مره اشوفها بالضعف ده. دي تقريبا عيطت. ايه تقريبا عيطت؟ يا عيطت يا ما عيطتش. ما هو بصي، هو مش للدرجه دي، هي باين عيطت ولا والنبي ما انا فاكره. طيب تعرفي بقى انها فكره كويسه قوي انك تطفشي العريس. بالظبط، وهي واحده واحده هتخف عليكي وتبطل تجيب لك في عرسان. طب وانا هطفشه ازاي؟ بصي، انت شفتي الفيلم بتاع How to lose the guy in 10 days؟ لا صراحه ما شفتوش. طب شوفيه بقى عشان تاخدي كام فكره منه، يمكن تعرفي تطفشيه. ما هو الحاجات اللي بتطفش الرجاله بره غير الحاجات اللي بتطفش الرجاله عندنا. طب خلاص سيبك من الفيلم الامريكاني ده، شفتي سعاد حسني في فيلم الجواز على الطريقه الحديثه؟ لا برضه. امال ما بتتفرجيش على حاجه ابدا؟ انت مجنونه يا ست انت؟ فالحه بس في الجوجل، امال سيرش كوين ايه بس؟ ما انا بشتغل طول النهار ما عنديش وقت اتفرج. خلاص دوري لك على كام فصل كده هو تاخديهم من جوجل بتاعك ده وتطفشي العريس. ولا اقول لك اعرفي برجه وادخلي افتحي الطاروت على برجه، شوفي ايه الطريقه اللي تطفش الرجاله اللي زيه. طب لو عملت كل ده وما طفش ليه؟ فاكره روحك ايه، صوفيا لورين ولا مارلين مونرو؟ هيطفش. بقول لك ايه يا ديدي، لا 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 لا، انا الطلب عليا كتير جدا بس انا اللي مش عاوزه. وطارق رفضك ليه ان شاء الله؟ هو ما رفضنيش، هو بس قال مفيش نصيب. يا سلام، طب ما مفيش نصيب دي معناها انك ما عجبتهوش. يا بنتي ما عجبتهوش ايه، اذا كان هو اصلا شاف صورتي قبل ما يقابلني. هو جايز يمكن يكون مثلا صوتي ما عجبهوش. هو صوتك محشرك شويه زي الرجاله كده شويه. يعني صوتي وحش؟ مش قوي يعني، ده حتى في بحه حلوه. البحه دي بتعجب برضو ناس. يبقى ما عجبتش طارق.